الجزائر اليوم. اشترك الآن. حذرت مصالح الأرصاد الجوية اليوم الجمعة في نشرية خاصة ثانية من أمطار رعدية مرفوقة بحبات البرد في الولايات الغربية. وقال نفس المصدر في بيان له أن الولايات المعنية هي سيدي بلعباس، وهران، شمال تيارت، تيسمسيلت، معسكر، غليزان، مستغانم، الشلف، عين الدفلة، شمال المدية، وتيبازا. وجاء في البيان أن الأمطار ستكون بداية من أمسية اليوم على الساعة 6 إلى غاية 7 فجر السبت. كما أضاف ذات البيان أن كمية الأمطار المتوقعة تسجيلها قد تصل إلى 30 ملم.